تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي. عبر فيها عن خالص التهاني والتبريكات بهذه الثقة الملكية السامية، معربا فيها عن تمنياته لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتوفيق والسداد.